صباح الخير، صباح الأمل، صباح الحياة على أحلى مشاهدين في الدنيا. النهاردة حلقتنا مختلفة خالص عن الحلقات اللي قبل كده. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن الموضة والفاشون والميك اب بشكل عام، كمان هنعرف ايه الفرق ما بين الفاشون بلوجر والموديل. هتجاوبنا على كل الأسئلة دي الجميلة والمتألقة دائما الفاشون بلوجر زهر. أهلا يا زهر. أهلا بك. عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. قولي لنا بقى ايه الفرق ما بين الفاشون بلوجر والموديل؟ الفرق بين الفاشن والموديل، الموديل انت اللي بتلبسيها، يعني هي مش بتختار تلبس ايه ويبقى لها وزن معين وطول معين. البلوجر الفاشن بلوجر هي بتختار تلبس ايه وهي الالوان اللي تليق عليها وبيبقى لهاش جسم معين او حاجة معينة او طول معين. تمام، ايه بقى الشغلانة بتاعتها؟ شغلانة الفاشن بلوجر ان هي بتشوف الحاجة اللي هي البنات، بيبقى اغلب البنات بيبقى عندهم لبس كتير جدا ويقول لك انا ما عنديش حاجة، مش عارفة تنسق لبسها، فهي بتبقى بتنسق اللبس. تمام. الالوان على اللون ايه بيليق مع ايه. تمام. بتشوف لك الحاجة اللي انت محتارة فيها. طيب، عايز اعرف منك برضو ايه الحاجة اللي لازم تكون موجودة عندي في الدولاب بتاعتي ما اقدرش استغنى عنها؟ القطع اللي مستخدمش، اللي المفروض نكون ما استغناش عنها، البيزك. البيزك الاسود. تمام. ممكن نعمل منه اوت فيت كتير جدا. جاكيت الجينز، بليزر. الجينز طبعا بيبقى معنا صيف في وشتاء، والصيف. بليزر معنا برضو صيف وشتاء. تمام. شميز الابيض والاسود ده شيء اساسي معنا برضو صيف وشتاء. طيب زهرة، هل انت خدتي فعلا كورسات فاشون وكده؟ اخدت. طيب ايه اللي استفدتيه بقى منها؟ هو انا خدت كورسات بس ما يعني لما جيت للعملي ما استفدتش منها حاجات كتير، لقيت ان الموضوع مختلف خالص. لما جيت ان انا للعمل لقيت ان انا الوان بختار حاجات الالوان، اماكن التصوير، في حاجات كتير، الموضوع مش سهل يعني، لقيت الموضوع غير الكورس خالص مختلف. طيب ازاي بقى بتهتمي ببشرتك؟ بشرتي بيبقى لها روتين يومي وروتين اسبوعي، كل شهر برضو بيبقى له روتين معين يعني مختلف. زي ايه مثلا؟ يعني انا كل يوم الصبح بيبقى لي الغسول بتاعي، كل واحد بيبقى له الغسول بتاعه، كل طبعا بشره عشان بيبقى لها كل غسول، بشره بيبقى ليها نوع معين. او بيبقى لها حاجه معينه. تمام. ان انا بغسل وشي ولازم يبقى فيه تونر ولازم ترطيب البشره وهكذا، بيبقى بالليل. طيب ايه يا زهره الالوان اللي طالعه السنه دي موضه؟ الموضه الاخضر والاصفر والاحمر، بيبي بلو، الالوان اللي هي دايما بتبقى معانا يعني. طيب هل في فعلا منتجات تجميل او برودكت يعني بيأثر فعلا على البشره؟ في. تمام. نقدر بقى نفرق ما بينه والاوريجينال ازاي؟ لا هو الموضوع صعب، الموضوع صعب، وكمان الناس اللي هي مش بتعرف في الميك اب قوي بقى صعب ان هي تفرق من الحاجات دي. طب بتنصحي بالهاي كوبي؟ في حاجات هاي كوبي كويسه بس برضو مش من اي مكان، لازم يكون عن مصدر، تجربه. مصدر يعني موثوق. وده برضو بيبقى شغل الفاشون بلوجر، ان هي بتاخد في حاجه بتعمل عنها ريفيو، بتجربها هي الاول، ولو هي حاجه دي كويسه وعجبتها بتعمل ريفيو عنها، والبنات بتبتدي بقى ان هي بتشوف الحاجه دي وتجيبها. تمام. طيب تنصحي ايه بقى بالبنات اللي هم رايحين الجامعه الصبح؟ يعني مثلا يلبسوا ايه، يحطوا ميك اب عامل ازاي؟ هو انا دايما بنصح بالميك اب السيمبل، ما بحبش في بنات بتحط ميك اب كتير جدا الصبح، اللي انت بتبقي الصبح بشرة محتاجه ان هي تتنفس. برطب بشرتي، صن بلوك ده شيء اساسي ما ينفعش ان انا استغنى عنه. لو في هالات سودا تحت العين بيبقى كونسيلر بسيط جدا. والتنت طبعا، لو الموضوع مش محتاج ان احنا نحط حاجات كتير لان بشرتي بتبقى محتاجه ان هي تتنفس. تمام. طيب ازاي بقى كمان بهتم بجسمي؟ يعني قولي لنا بقى مثلا انت بتعملي ايه، يومك بيبدا ازاي، بتعملي ايه فيه كده، عشان احنا شايفين ما شاء الله النهارده قوام ممشوق وجميله بصراحه من كل حاجه يعني. حبيبتي تسلمي لي. هو انا ببعد عن السكر على قد ما اقدر، السكريات دي اصلا انا منعاها خالص. السكر بتاعي باخده فاكهه. تمام. النشويات برضو الحاجات يعني بحاول ان اقلل من النشويات. باكل حاجات مشويات، باكل حاجات خضار، فاكهه، حاجات اللي هي مفيده. انت اصلا نباتيه؟ شويه. وبنزل الجيم. طبعا الجيم بيفرق. طبعا. تمام. الرياضه كويسه جدا للجسم. طيب بالنسبه بقى ان انت فاشون بلوجر، ايه الاسئله اللي على طول بتلاقيها من البنات؟ ميك اب. بيسالوا على طول في الميك اب. ايوه. انا الشميز ده لبسته كتير، البسه ازاي يعني، ممكن بعتوا لي صور، ممكن اغير في الاوتفيت ده ازاي. فالشاف اكسسوارات بتغير كتير، حزام، شنطه، شوز، سكارف، في حاجات كتير بتغير في الاوتفيت تخليك ان انت تحس انت اول مره تلبسيه يعني.
تمام. طيب التربون بقى طلع بقى في الفترة الأخيرة ان هو موضة، ايوه. بس في ناس كتيرة قوي بتقول لما باجي ألبس التربون ما بيكونش لايق عليا خالص، لا ازاي، بتنصحي بقى تقولي يعني تنصحيهم بإيه، تقولي لهم إيه؟ اولا هو ملوش قماشه معينه، تمام. في بنوته بتبقى بتلبس التربون فبتشوفه على بنوته تانية تقولي انا عايزاه نفس الشكل، فاكيد طبعا مش هيبقى نفس ما انت شايفاه. انت بتجربيه على بشرتك انت وعلى وشك انت، انت ممكن تكوني شايفاه على بشره عريضه وشها عريض او وشها مليان شويه، لكن مش فكل حاجه. بينحصر مثلا اللي هو الوش البيضاوي او الدائري لا 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 بيبقى ملوش علاقة التربون حلو خالص، عليه. لا 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 ملوش علاقة خالص. ودايما برضو بتسأل ان هو ليه قماشة معينة، لا لا خالص برضو ملوش اي قماشة معينة. طيب قولي لنا بقى في اول بقى مشوارك خالص، ايه الحاجات بقى اللي انت عملتيها علشان تبقي فاشون بلوجر؟ بصي وانا اصلا لسه مبتدئة في الموضوع، تمام. تمام، اللي هو بحاول ان انا اظهر جمال بلدي، تمام. ان انا اصور في اماكن الناس ما تعرفهاش او في اماكن كتير، يعني بحاول ان انا اغير الاماكن، بحاول ان انا اشوف الالوان اللي انا هصور المكان على الاوتفيت اللي انا لابساه حلو جدا. كده يعني. طيب خلينا نشوف الستايل بتاع زهرة. طيب كمان عقبال بس ما يجهز وكده تمام. عايزاكي على الهوا. طيب فين؟ ايوه اهو. طب كلمينا بقى على الفستان ده، اشرحي لنا بقى يعني الفستان عامل ازاي. الفستان ده تصميم علاء البحيري، تمام. ومين اللي عامل زي لك ما الميك انت اب؟ الميك اب عاملهولي، لا انا اللي عامله الميك اب. انت اللي عامله الميك اب؟ انا في اه حلو صاحبتي جدا. اصلا بتعملي الميك اب دايما، جوري جمال، تمام هي ميك اب ارتست بروفيشنال بصراحه. تمام بس الميك اب ده انا اللي كنت عاملاه، الصوره دي كانت في الفستان ده او المعموره الدريس بتاعي. ده يليق مثلا، متهيألي انا شايفاه سهره قوي او مناسبه، صح؟ مناسبات. مناسبات. طب ينفع بنوته مثلا بتتخطب في خطوبتها تلبسه؟ حلو جدا. حلو قوي. تمام. التليفون بقى انا شايفاه حلو جدا، هل ده جاهز ولا انت لا اللي انا اللي عاملاه؟ بعمل تليفون، انا الطرح. انت اللي عاملاه. انا اللي بعمله طب ايه يا زهره، مش هتعملي لنا فيديوهات بقى كده؟ ان شاء الله الفتره الجايه، ده ان هبقى شاء جاهز الله. لكده ان شاء الله. يعني صحابي دايما بيقولوا لي عايزين فيديوز عن الميك اب وعن التليفون وعن اللبس، فان شاء الله بجهز الحاجات دي الفتره ان الجايه شاء الله يا ان شاء حبيبتي. الله. خلينا نرجع تاني نشوف الفستان اللي هو الجميل ده الاحمر اللي عاجبني جدا ده، قماشته ايه ده بقى يا زهره؟ قطيفه. ده قطيفه. طب والميك اب مين اللي عاملهولك؟ ميك اب ارتست جوري جميل. واللي مصورك مين؟ مريم خميس، فوتوغرافر بنوته؟ مريم خميس. ما شاء الله حلو قوي. طب والتربون انت اللي عاملاه برضو انا ولا اللي انت بعمله. جايبه جاهز؟ لا انا اللي انت بعمله. لابسه اكسسوارز بقى عليه ده ولا ايه؟ اكسسوارات بس حلوه، حاجات رقيقه بسيطه خالص. حاجات رقيقه. سيمبل سيمبل قوي. كده. الفستان ده كمان يليق لو برضو بنت بتتخطب، ايوه جدا. صح؟ بس تكون هي اصلا اللوك بتاعها هادي. عايز لوك هادي، هو تمام. اصلا الفستان يعني لوحده من غير اي حاجه حلوه قوي في اللبس، باين. كمان احنا مصورين بالليل فتلاقيه مش ظاهر جماله قوي. بيختلف طبعا التصوير ما بين بالليل والنهار. انا بنصح اي حد يعني بيصور تصوير بالصبح غير بالليل غير اخر اليوم. يعني انا اخدت بالي الموضوع ده طبعا، لسه كل مدى كنت بتلاقي نفسي ان انا بكتشف حاجه جديده وبعرف حاجه جديده من تصوير الصبح. الشمس والضوء بتاعت الصبح غير اخر اليوم غير بالليل. صور خالص. خالص طبعا بيفرق كتير جدا في الصور. طيب حلو الاوت فيت ده، ده عبارة عن ايه ده بقى؟ ده جيبة، تمام واللي فوق ده شميز أبيض، حلو قوي. ودي طرحة عادية خالص، دي طرحة عادية دي خالص. نوعها ايه دي يا رأي يا زهرة؟ قطن. دي قطن. ده برضو بعمله سكارف عادي وممكن طب انا ألبسه كده ممكن فبغير. يعني قوليلي مثلا الجيب دي ممكن تليق مثلا فوق على لون ايه مثلا غير البلوزة دي؟ هي تليق على حاجات كتير جدا. هو انا لابسه تحت تيشرت ابيض تمام حلو قوي. والبلوزه اللي فوق انا يعني ماسكاه عاملاها كده افلام دم بس كده، اللي هو والشوز الابيض، الاكسسوارات اللي انتي لابساها ايه؟ حاجات رقيقه برضه سيمبل يعني، ساعه، حاجات رقيقه خالص في ايدي. انا مبحبش البس اكسسوارات كتير، مش دايما على حسب مش الاوت فيت. دايما. لا بس حلو قوي. تسلميلي. دي ايه بقى؟ دي جيب صح؟ وطرحة عادية خالص جميلة. دي الطرحة دي سعودي اللفة دي ولا تمشي ايه؟
انا شايفاها سعودي شويه، لان السعوديين عامه بيكونوا يعني كانهم مش لابسين طرحه، بياخدوها ويروحوا مرجعينها لورا كده وخلاص. انا كده بلبسها كده فعلا، وفي اوقات ببقى لابسه تحتها، يعني مش دايما ببقى على حاجه معينه، ببقى لابسه تربون، ممكن طرحه نفس الطرحه دي، ممكن بقى البندانه السوري، في الطرحه السوري برضو بلبسها يعني بغير. تمام، حلو قوي. وال... طيب الفستان ده برضو قولي لنا بقى. فستان برضو سهرة، ده سهرة؟ أو بنوتة عندها مناسبة برضو وفرح حاجة كده، لا حلو لابسة قوي. عليه تربون. أنا برضو مين برضو اللي عاملك الميك اب؟ الميك اب أنا اللي عاملاه برضو، بس حلو جدا، اسلاميلي، جميل بجد. اسلاميلي. مين اللي مصورك؟ اللي مصورني، لا انا مفيش يعني مفيش ناس معينه بتصورني، يعني في ناس كتير بتصورني، ممكن انزل اصور بموبايلي، انا اصحابي عادي بينزلوا خالص. يصوروا، اصحابي بينزلوا يصوروني بالموبايل، بعمل اديت بسيط للصور، يعني مش دايما في ناس بتنزل تصورني، يعني مش مع حد معين، مش مع شخص معين. فهميكي. في ناس كتير بنزل معاها، يعني في ناس كتيره بتنزلي معاها. طيب قولي لنا بقى، انت مشوارك بقى ده سهل ولا صعب؟ يعني بالنسبه مثلا لبنت عايزه تبقى فاشون بلوجر زي زهره مثلا. هو الموضوع مش سهل مش سهل. ومش صعب، يعني لو انت حابه الموضوع مش هيبقى صعب عليكي، تمام. يعني انت بقى طبعا في مصاريف جامده ان انت بتجيبي بتصرفي حاجات بقى. جدا، ومتعب كمان ان انت تلبسي وتنزلي تتصوري وتقعدي على مكان تتصوري فيه، وحد بينزل معاكي يصورك، الموضوع متعب، بس هو يعني كويس للي حباه، يعني فاهماني، لما تبقي حابه حابه اللي انت بتعمليه ده بيبقى حاجه كويسه، بيبقى طب الموضوع بالنسبه لك سهل وانت حابه كده. طيب انا عايزه كمان اقول لك على حاجه. قولي لي بقى، البنات اللي على طول بتعرض عندها ان هم في فاشون، يعني في كورسات فاشون بلوجر او كده، تنصحيهم دلوقتي لو انا مثلا بنت وعايزه اخش المجال ده، لازم اروح اخد بقى الكورس بتاع الفاشون بلوجر هو ولا؟ انا شايف، انا تجربتي انا زهره، يعني انا شايفه ان انا الموضوع يعني في بلوجر كبار اصلا معروفين بقالهم سنين في المجال، بيقولوا لك لسه احنا بنقرا عن الموضوع وبنحاول ان احنا نشوف الموضه ونشوف ايه اللي نازل، برضه متابعين الناس، في حاجات على اليوتيوب برضه، فيديوهات على اليوتيوب ان احنا بنشوفها، بشوف ممكن ايه ليه مع ايه. انا شايفه الموضوع مش مستاهل ان احنا بيبقى عندك انستجرام او الفيسبوك بتخليه بابليك يعني انت شايفه ان الموضوع عشان اي بالنسبه حد لهم يشوف صورك. مادي شويه؟ هو الموضوع مش موضوع مادي بس، انا هما الناس يعني انت بتاخدي فبيدوكي المعلومات اللي يعرفوها، بس انا شايفه الموضوع مش مستاهل، فاهمه، يعني الموضوع مش مستاهل ان انت تاخدي كورسات، لان الموضوع بصي هو زي ما قلت لك هو يعني صعب وسهل، بس المعلومات اللي انت تاخديها في كورس وكده، انا دايما صحابي بيسالوني كورسات ميك اب او اي حاجه بقول لهم اتفرجوا على اليوتيوب في حاجات كتير، بس مش اي حد ممكن المعلومه توصلك منه بسرعه، يعني في ناس ممكن توصلك المعلومه بسرعه وتحسي ان استفدتي منها، وفي ناس لا، على حسب بقى ارتياحك للشخص، يعني في طيب. شخص انت بترتاحي له وفي شخص مش بترتاحي له، مش ان الشخص وحش لا، بس في ناس بتاخدي منها المعلومه على طول بس برضو يعني في حاجه كمان بنصح بيها، ان انا بتفرج على فيديو او اي حاجه لازم ان انا اجرب عملي بايدي، يعني انا كنت بدات ان انا اعمل ميك اب وكده ما كنتش بعرف طبيعي، تمام. ومفيش حد بيتولد بيعرف يعمل كل حاجه، لا طبعا، لازم قصدك عمل بالممارسة يعني؟ ممارسه، لازم بايدي اشتغل بايدي، اشتغلت مره واثنين وثلاثه لازم اجرب لما اوصل اللي انا عايز اعمله، اجرب ميك اب مره اثنين ثلاثه، ما ظبطش المره دي هيظبط المره الجايه، مش لو خلاص بقى لا انا عملته، لا انا ما بعرفش اعمل، لا التربون جيت اعمله ما لا ما ظبطش معايا، لا اصل فشلت، لا فشلي واعملي جربي تاني. يعني قصدك ان كل البنات ممكن تبقى فاشون بلوجر ولا في ناس معينة؟ هو لازم الموضوع زي ما قلت لك صعب، ومش يعني مش صعب عشان انت حباه، انت بتنزلي فهمك. بتشتري حاجات كتير طبعا، بتصرفي ولازم بتجيبي يكون حاجات، كل صورة بأوت فيت مختلف، ويعني مثلا ايه اللي هو يعني ميزانية تانية ايوه ميزانية علشان أظهر بتصرفي، للناس طبعا بشكل متكامل. طبعا ان انت بتروحي مكان بتصوري، والمكان اللي بتصوري فيه المرة دي مش بتصوري فيه تاني مرة، بتروحي اماكن مختلفة، طب في شغل بقى اتعرض عليك يا زهرة؟ في حاجات اتعرضت عليا بس مش مناسبة ليا، يعني انا شايفاها مش مناسبة ليا، مش مناسبة ليك. يعني في مثلا ممكن براند ناس كلمتني بس مش مناسبة معايا، في خصوصا عشان انتي محجبة يعني؟ عشان انا لابسة طرحة وكده، ففي حاجات بتبقى مش مناسبة، يعني هي مادية كويسة بس مش مناسبة معايا، تمام. ما هو مش أي حاجة هتيجي البلوكر إن هي توافق عليها. طيب ايه الحاجة بقى المجنونة اللي انتي عملتيها في خلال بقى وانتي بتمارسي؟ يعني مثلا انا اسمع ناس صحابي فاشون بلوجر يقولوا لي هي طلبت معانا ان احنا نروح نسافر اسوان
ناخد صورتين ونرجع تاني. هو ده بصراحه اللي انا يعني عايزه اعمله الفتره الجايه، ان انا عايزه اروح اماكن مختلفه. انا كل تصويري الفتره دي كان في اسكندريه. اه عشان انتي من اسكندريه صح؟ اه عشان لسه مبتدئه برضو كانت التصوير. لا واسكندريه اصلا جميله، جميله جدا يعني، فيها يعني. طبعا فيها اماكن يعني كتير حلوه جدا. عايزه اقول لك انت اصلا منتزه المعموره، استالي سان ستيفانو، في اماكن كتير جدا تصوير حلو قوي. حلوه جدا صح؟ جدا طبعا. بس الفتره الجايه بقى عايزه ان انا اروح محافظات مختلفه ان انا اصور فيها ان شاء الله. لكن ما فيش حاجه مجنونه طرقعت كده في دماغك ان انا النهارده الفتره الجايه ان شاء الله هفاجئكم؟ ده لسه. طيب خلينا بقى اكتر عن الفيديوهات فعلا اللي بتاثر فيكي، يعني مثلا هل الفيديوهات بتاعت الفاشن بلوجر المصريه ولا الاجنبيه؟ لا انا بتاع مصريين طبعا، في بنات مصريين بلوجر معروفين كبار يعني ناس كويسه جدا. انا كنت طبعا بقول لك ان انا مبتدئه، في حاجات ببقى عايزه ميك اب او عايزه حاجه ويعملوا ريفيو، انا ما بستناش اصلا، بدخل اطلب الاوردر اللي انا عايزاه على طول على طول. انا عارفه ان هي بتجرب الحاجه الاول وبعدين تطلع. انت خلاص واخداها ثقه؟ اه خلاص يا ثقه اصلا. ان انا شغلتي ايه؟ ان انا كده لازم ابقى ثقه، اجرب الحاجه على نفسي الاول، لو بقت كويسه اعمل ريفيو، انا ما بقتش كويسه خلاص. خصوصا كمان في الفتره الاخيره دي في منتجات فعلا طبعًا بتدمر الشعر وبتدمر برضو البشره. وبيقولوا ان هي حلوه جدا وفي الاخر تيجي تستعمليها طبعًا تلاقيها كلها منتجات مش كويسه خالص. وفي كمان حاجه يعني بحب ان انا اوصلها للبنات، في بنات يعني مش كل بشره واحد، في بشره دهنيه، في بشره مختلطه، في بشره جافه، في حاجات كتير اللي ممكن يليق معاكي ما يليقش معايا، يليق معايا ما يليقش معايا. انت خدتي في الكورس حاجه زي كده صح؟ اخدت، بس انا لا متابعه فيديوز كتير برضو يعني، وعندي صحابي ميك اب ارتست بسالهم على حاجات، بيبقى عندهم في دكاتره برضو صحابي ان انا بسالهم على الحاجات دي برضو، ان انا بستفيد منهم. طيب ايه الحاجه بقى اللي انت ناويه تعمليها بقى الفتره الجايه؟ ان شاء الله الفتره الجايه، عشان طلب مني صحابي كتير قالوا لي احنا عايزين فيديوز على الميك اب، هبحاول الميك اب اللي انا بعمله اعمل لهم فيديوز عنه، على زي الاوت فيت، ممكن حاجه واحده ان انا اخلي من تلبسيها في حاجات كتير جدا. تربون برضو طلب مني، عايزه اعمل فيديو اللي هو اللفه ازاي، اه ازاي بتلفيه اصلا، في حاجات في منه كتير جاهز كمان في جاهز. بس انا يعني اما بعمله انا الطرحه ممكن انا البسها بكذا طريقه، مش طريقه واحده معينه تبقى التربون. انت هتجيبيها تلبسي تربون بس، انا الطرحه انا ممكن البسها طرحه، ممكن الفها، ممكن اعمل تربون، ممكن اعمل منها حاجات كتير. انا فاكره النهارده اللي انت عاملاها دي جميله. انا بلبسها عادي، اه انا بلبسها تربون، بلبسها طرحه عاديه، ممكن البسها سوري، بعملها باشكال كتير مختلفه. طيب هل التربون ليه نوع قماشه معينه؟ عشان طبعا لا لا انت لا. عارفه ساعات في ناس بنشوفها مثلا بنقابلها نلاقي مثلا التربون جاي كده او راجع لورا او مش مظبوط. لا هو مش موضوع مش مظبوط، هو ليه طرق كتير. لا انا بتكلم على القماشه. لا لا ما فيش قماشه معينه. اي قماشه ممكن تعمل بها تربون عادي يعني، اي قماشه. اه طيب انا عايزاك بقى النهارده تقولي لي الميك اب بقى بتاعك النهارده، عاجبني جدا ورقيق قوي، وقولي لي بقى انت حاطه ايه النهارده في وشك؟ الميك اب العادي، انا بصي انا برطب بشرتي الاول، وبعد ما برطب بشرتي صن بلوك. طبعا الصن بلوك ده لازم، ده شيء اساسي طبعا، حتى لو انا مش حاطه ميك اب. اه طبعا ده شيء اساسي. برايمر، لازم برايمر علشان الفونديشن، وبعد كده الفونديشن كونسيلر بقى بسيط جدا، روج، ماسكارا، الحاجات الطبيعيه يعني، الحاجات الطبيعيه. طيب قولي لي بقى ايه الماسكات الحلوه للبشره؟ خلينا في الحاجات الطبيعيه. الحاجات الطبيعيه حلوه، بس مش كل البشره بيبقى لها حاجه يعني، زي ما قلت لك البشره في حاجات كتير مختلفه، في حاجات ممكن، بس انا يعني برضو البنات لازم ان هي تجرب الحاجه على ايديها الاول، تمام، تشوف عشان ما تبهدلش بشرتها وكده، تجربها وبعد كده تشوف لو بقيت تمام تجربها تحطها على وشها. اوكي، في صور تاني معانا لزهرة بتعرض فيها اللي هي عامله الميك اب صح؟ بيقول لي تعرض. طيب اوكي. اوكي. عايزاكي برضو طب تقولي لي ايه الحاجات اللي لازم كمان اكون حطاها يعني في الحسبان ان انا اتعامل بيها بقى مع الناس، يعني بنشوف ساعات فاشون بلوجر بتبقى خلاص عشان هي كبرت ووصلت تبدا بقى تتنك على الناس، ما تردش عليهم. قولي لي بقى. بس اقول لك على حاجه، هو في ناس يعني، في ناس كتير انا اعرفها في المجال ده، هما مش بيردوا يعني، هما مش كلهم واحد. هتقابلي الكويس والوحش يعني، انت فاهمه، في كده وفي كده. انا اعرف ناس كتير، في ناس كويسه وفي ناس ممكن ما تردش يعني، هي عشان هي مشغوله. احنا فعلا الناس دي بتبقى مشغوله جدا، سفر من بلد لبلد، اللي عنده بيت وعنده شغل اصلا، البلوجر ده مش بتبقى الشغله الاساسيه بتاعتك، فاهمه؟ تمام.
وفي ناس بقى بتبقى متعمده ان هي ما تردش، يعني في ناس بتبقى متعمده ان هي ما تردش عادي خالص، تشوف يعني المسجات وما يعني تردش. ده بيبقى ايه، اهمال ده ولا بيبقى ايه، تسميه ايه ده بقى؟ انا بلوجر علشان يعني بعمل حاجه بحبها، وعشان اخدم البنات، يشوف البنوته اللي عايزه ايه، عندك دي مناسبه، عندك شغلانتي حاجه، اصلا. دي شغلانتي. اه انتي قلتي في ناس بقى مش بيفرق معاها، عايزه بس انها تتشهر وخلاص، بس مجرد شهرة وخلاص، مجرد شهره وفانز وخلاص، كتير وخلصت. بس كده. بس الموضوع مش كده اصلا، ده عادي ممكن اكون عندي مليون على البيج بتاعتي وما لا ومحدش لو بيحبني عندي مثلا. 1000 2000 عادي مش هتفرق، الناس دي عندي مهمة جدا واعمل لهم اللي هم عايزينه، اي حد بيكلمني برد عادي، لو في وقت عندي ان انا ارد اكيد هرد. طيب حابة بقى توجهي، يعني توجهي ايه للبنات اللي بيشوفوكي النهاردة، الفانز بتوعك بقى؟ والله الاسئله اللي انا بسالها كتير، حتى من صحابي، اللي هو ازاي نختار الميك اب، يعني ازاي اجيب ميك اب لبشرتي. طبعا يعني مش اي حاجه بتليق على اي بنوته، طبعا. البشره انواع، البنوته لما بتبقى بتجيب ميك اب لازم تجربه الاول في تيست في المحلات، تجربي الميك اب قبل ما تجيبيه علشان مش ده بيليق مع ده. بس الحاجات اللي هي المفروض ان انا اكون بصلها، يعني م-م. مش عشان انا شفت مثلا لوك زهره النهارده لايق عليها فانا اروح اقلده بكل حذافيره وهو ما يليقش عليا. انت عايزه تقولي كده؟ ممكن ما يليقش عليا، لان بشره زهره غير بشرتي، تمام. بشره زهره مثلا مختلطه، انا بشرتي دهنيه، ممكن حاجه بستعملها زهره انا استعملها لا تتعبني، فكده يعني. ايه طيب، عايزه برضه اسالك سؤال، اللي هو الفيلر والبوتكس والحاجات دي كلها في ناس بتبقى محتاجاها. طيب في بقى بنات تحت سن العشرين لا بيعملوها، الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لهم صح؟ جدا، يعني انا ما جربتش الحاجات دي، بس انا انا بحس في ان ناس هو بيغير الملامح، جدا بيخليها اوفر مش حلوه، يعني لو بيبقى كبيره في فيك قوي السن بيبقى شكلها فيك قوي، انا يعني تخليكي طبيعتك كده بتبقى بطبيعتك احسن، حلوه. ايوه وكل ما تكوني طبيعيه تكوني احسن. في بنات بقى بتروح ان هي عايزه تعمل حاجات، لا ما بنصحهمش طبعا بالحاجات دي خالص، وكمان ما بنصحهمش ان هم طول الوقت يبقوا حاطين ميك اب. يعني انا ممكن انزل جيم الاقي الناس في الجيم البنوته بتبقى حاطه ميك اب كتير جدا، لا صعب جدا، انت الناس اللي بتلعبي رياضه البشره محتاجه تتنفس. محتاجه تتنفس، صحيح. عندي مشوار الصبح مش مستاهل ان انا احط اللوك، يعني حاجه سيمبل بسيطه خالص، فبشرتنا محتاجه تتنفس مش طول الوقت. خصوصا كمان ان الرياضه علشان يعني بتتعمل اصلا علشان انك انت تبقي تحافظي على بشرتك وعلى حيويتك ونشاطك، طبعا فلما انت كمان تقفلي لها المسام بتاعت وشك فهتدمر الدنيا خالص. وبنرجع نقول بشرتنا تعبانه مرهقه، وكمان ان في بنات بتنام بالميك اب، الموضوع صعب جدا، يعني انا بشرتي سابها ترتاح، المفروض ان انا بغسل وشي كويس وبرطبه قبل النوم، مش بنام تمام. بالميك اب، بنام بالميك اب ده الموضوع صعب جدا. طبعا. وبكده نكون وصلنا للحلقة الأخيرة معاكم، واتمنى ان انا اكون كنت ضيفة، كنت مذيعة خفيفة عليكم، والضيفة الجميلة بتاعتنا زهرة ان شاء الله استنونا في حلقات تانية كتيرة مع بعضنا، واستنوا الفقرة اللي بعد كده. الجوكر.